إلى رفع هذه الأذرار. لم يحدث هذا تأثيراً. لابد أن أصل إلى ذلك المخرج. قد أتمكن من تسلق هذا. لابد أن أونوراتو قلقة بشأن أتسلي، علي إخبارها أنه قد أسر.
لا بد أن أونوراتو قلقة بشأن أتسلي. علي إخبارها أنه تباً. قد يكون هذا مهماً.
هنالك شيء في الجهة الأخرى. لان الالعاب اللي زي كده اللي هي فيها ادفنتشرز روح المغامره لازم هتتفشل خالص هتطلع. لن يكون هذا سهلا، لا بد أن أوناتو قلقة بشأن أتسلي، علي إخبارها أنه قد أسر. قفزة واحدة فحسب. مستحيل، لا يمكن. آمل أن يستحق هذا العناء. الأماكن ممتلئة، لا أستطيع حمل المزيد. ده فيه الجهاز اللي انا قلت عليه ده لما تشتريه بتقدر تطلع او تنزل في المكنه بالموتور.
يبدو أنه ذهب. نرجع نيجي بقى للبنت دي اللي احنا فتحناها. اول فين ده كيف لانجا ماشي. دي مهمة. بالنسبة للمكان دوت ادي الخريطة. اوكي ماشي. انا هنا قدامي كوبري. كوبري ده هيدخلني على مكان تاني. المكان ده مش هتقدر تخشه الا باوت فوت معين، يعني لبس معين، مش هينفع اللبس العادي. فده اللبس ده انت لسه هتاخده بعدين. تعالوا مع بعض بقى نكمل المين كويست او المهمة الاساسية اللي هي هناك هنا. أونوراتو، لقد تم أسر أتسلي. أعرف، إنه محتجز في الثكنات ونحن نخطط لتحريره. حاولت الوصول إليه، آسفة. إنه محارب. ما هذا؟ هذا مفتاح، ويبدو أنه يعود إلى معبد الجبل. إنه قريب من مكان احتجازه. هل لصندوق أكتشيل علاقة بالثكنات؟ ألهذا تتواجد الجماعة في المعبد؟ إن حراسته مشددة. عندما نصل إليه يجب الدخول بهدوء وحذر. أي يوجد طريق خلفي؟ كان هناك واحدة بجوار منجم الملح، ولكنه اهترأ وأصبح خطيرا. ربما أستطيع تولي الأمر. ربما، لكنك نجوت من حفرة التضحية. لم أدخل إلى المعبد منذ أن كنت طفلة، ولكن ما أتذكره أن الثكنات تقع في حصن داخلي. إذا دخلت عبر الطريق الخلفي قد أؤمن الطريق لك لتدخل. سنحرر أتسلي ثم نبحث عن الصندوق. سأتولى أمر ابني. اعتني أنت بالصندوق. لا أدري، فنحن نحاول الابتعاد عن الأنهار. كنت لا أذهب بنفسي، ولكنني لا أستطيع ترك مكاني هنا، والوقت ضيق. سيعني ذلك الكثير للملكة أونوراتو والثورة.
لم يكن هذا ما عنيته عندما قلت. تعال نشوف المهارات بالمرة. أنا معايا أربع نقاط وأنا طيب إيه الحاجة التانية المهمة؟ كان في حاجة هنا. دي مهمة. دي لما تيجي تموت واحد تقدر تموت التاني وراه على طول. ماشي. فاضل لي نقطتين. مش قضية. دي ممكن. مش قضية. مش لازم. دي مهمة. جونا، أظنني اقتربت من مدخل المنجم. يقول أوتشو إنه عند حافة الجبل، لقد بعث أحد الثوار قبلنا ليفتحها. شكرا. لا يمكنني معرفة ما يعني هذا.